جمعية نصر لملاكي مستغلي وسائق سيارة أجرة بتعاون مع وزارة الصحة والمركز الوطني لتحقن الدم، غتستافدوا من واحد التحاليل المخبرية ليزاناليز ديال الصنف الدموي وديال المرض الكبد من نوع بي، مرض الكبد من نوع سي، مرض الزهري ومرض فقدان المناعة المكتسبة. بسم الله الرحمن الرحيم. عبد الحق مؤمن، رئيس جمعية النصر للتضامن، ملاكي مكتري وسائقي سيارة الأجرة والنقل. كما شفتوا الآن حنا الحملة اللي هي انطلقت اليوم ابتداء من يوم الأربعاء، والحملة عندنا فيها الأربعاء والخميس 7/8، وحنا مجبرين نقدروا نزيدوا واحد اليومين، أنه كاين عندنا واحد الفائض من المتبرعين ما فيهم سيارة الأجرة بيصن فيها، وما فيهم النقل السياحي ونقل سائقي حافلة نقل المسافرين. حنا الآن كنتواجدوا بالضبط عمالة مقاطعة مولاي رشيد بمندوبية وزارة الصحة بعمالة مقاطعة مولاي رشيد ووحدة تحقن دم سيدي عثمان. وهذه الحملة جات على إثر بنك الدم القينا كاين خصاص. الإخوة ديالنا المهنيين كأعضاء المكتب المسير ناقشنا برنامج باش نخرجوا بهذه الحملة، والحمد لله تمكنا باش نخرجوا لهذه الحملة. وهي الحملة انطلقت ابتداء من 8:30 صباحا، غتكون حتى الواحدة والنصف زوالا، ولا ممكن تكون كونتيني. كنقولوا احنا ان العدد ديال السائقين وكاين المواطنين حتى هما دايرين برمجة مع كاين الوباء، مقسمين واحد لاجوندا ديال العدد باش ما يكونش عندنا الازدياد. كان دي عاطين كل فوج عاطينه نسبة باش ما يكونش عندنا الازدياد. العدد اللي عندنا حنا ديال المتبرعين اللي غنوصلوا عندنا 460 ديال السائقين، غير سائقي سيارة أجرة وحافلة نقل المسافرين والنقل السياحي. وحنا كما شفتوا الآن هي الحملة بادية تقريبا واحد ساعتين ونص، اللي هي الحمد لله كان واحد العدد كثير اللي تم ديال المتبرعين. بسم الله الرحمن الرحيم. رضوان نباتي كاتب العام بفرع سيارة الأجرة وجمعية وكاتب العام بجمعية النصر للتضامن الملاكي ومكتري وسائقي سيارة الأجرة والنقل. تقوم جمعيتنا اليوم بهذه الحملة الإنسانية في إطار التآخي والتضامن وتقديم يد المساعدة لكل مريض بالتبرع بالدم، وذلك تحت شعار قطرات دمنا لإسعاف إخواننا، من أجل وكما تعلمون على أننا لسنا في مأمن، وقد نتعرض كلنا إلى الحوادث والمخاطر والمفاجآت في الحياة، وقد نحتاج نحن كذلك إلى هذه المادة الحيوية ألا وهي الدم. فهناك أشخاص مرضى يعانون في صمت ويحتاجون إلى هذه المادة، لذا يجب أن نساعد بعضنا البعض خصوصا في هذه الظروف الصعبة التي تعرف خصاصا كبيرة في بنك الدم بالمغرب. وأرجو من المواطنين أن يلتحقوا إلى نقط ومراكز التحقن بالدم ببلادنا، والعمل التضامني هو من التضامن الإنساني هو واجب ديني، وهذا من أجل إنقاذ حياة البشرية. وكما قال الله سبحانه وتعالى: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وكنتمنى من الناس يعني من المواطن المغربي على انه يلتحق بجميع النقاط والمراكز باش ينقذ الاخوان ديالنا اللي كيعانيو، وكاين الناس اللي تعرضوا للحوادث، وكاين الناس اللي عندهم فشل الكلوي ومحتاجين لهذه الماده هذه. وكنتمنى الشفاء للجميع، ونحن دائما في خدمه الوطن وخدمه المواطنين كلما دعت الضروره. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الاخ هشام شيبان كاتب العام بالنقابه الوطنيه المستقله المهني وسائقي سياره الاجره. الحمد لله كما تشوفوا اليوم كنقوموا بواحد الحمله تبرعيه بالدم. كتشوفوا كاين واحد الخصاص الحمد لله في الوطن ديالنا، وحنا دائما مجندون لخدمه هذا الوطن. حنا كجمعيه الحمد لله كنبادروا دائما للتبرع بالدم، والحمد لله كنقوموا دائما بخدمات اللي كتكون يعني كتخص الحمد لله الوطن ديالنا، وكنساعدوا المواطنين. يعني كيف ما شفتوا كنا قمنا بواحد الحملات سابقه اللي كانت هي عباره على توصيل الناس بالمجان، وكما قمنا بتوزيع الكمامات وبتوزيع المعقمات.
حنا الحمد لله كنتواجدوا هنايا لانه كاين واحد الخصاص وكنطلبوا من الناس سبحان الناس وكنناشدوا الناس باش يجيو يساعدونا ويبرعوا بالدم ديالهم لان عندنا واحد الخصاص كبير. وكيف ما كتشوفوا كاين هذا الشهر الكريم شهر رمضان مبارك اللي هو شهر الخير وشهر الفضيله، وهنا كتشوفوا هما الاخوان ديالنا الحمد لله كاع السائقين هنا موجودين، كما كاين حتى بعض المواطنين حتى هما اللي جاوا من الاماكن من المنازل ديالهم باش يتبرعوا ونساعدوا الناس. قطره الدم اللي كتحيي المواطنين وكتساعد الناس الامارات. السلام عليكم. تبرع بالدم مدينه الدار البيضاء، جيت باش نقضي عاد العمل ديالي وشفت هذه المبادره ودخلت نتبرع بالدم ديالي لاول مره. معكم مهدي حجيبال امين العام ديال منظمه الدرع المغربي لحقوق الانسان. انا جيت غير برازر هنايا للسبيطار على واحد السيده كانوا لي الاخوان جمعيه محافظه الجمعيه جمعيه نصر. بصراحه انا هذه المره السادسه دابا ما كرهتش، انا كل شهر نعطي الدم ولكن كيقول لك واحد على واحد المده. صراحة انا فرحانه نعطي الدم قبيله ملي قالت لي الطونسيو طالعه بحال تعصبت شويه، دابا ملي قالت لي راه تقادوا هذا انا فرحانه صراحه. وكنشكر الاخوان كاملين اللي على الحسن الاستقبال ديالهم ولا الاعلاميين حقا من على المبادره اللي دار التبرع الدم على السائق الاجراس في البوليس الثاني. شكرا جزيلا. امريكا المرتزقه الرحمن الرحيم. الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا تناديتم بدليل إلى أجل مسمى فاكتبوه، صدق الله العظيم. وقال الله سبحانه وتعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. اللي ما عندوش باش ينفق ما عندوش المال ما عندوش راه كاين فين ينفق الحمد لله. هاد النقطة ديال الدم اللي كنعطيو لواحد الإنسان وكنعاونوه بها وكنجعل الله سبحانه وتعالى باش يحييه. قال الله سبحانه وتعالى ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ونطلبوا من الناس من الاخوان اللي عنده استطاعه وباقي له صحيحته الله يعطيه صحيحته يبادر ويجي. وهذا راه شهر القران وشهر الصيام شهر اللي كيقبل الله سبحانه وتعالى. كل ما اعطيتي من مالك ولا من دمك ولا من اي حاجه انفقتيها في سبيل الله فهو الله سبحانه وتعالى كيعجل لك بها ويخلفها عما قريب. وأنفقوا مما جعلناكم مستخلفين فيه، صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم مبروك رشيد نائب الرئيس جمعية النصر لملاكي ومكسري وسائق سيارة الأجرة. دايرين المبادرة ديال التبرع بالدم على حساب الناس اللي مرض بزاف وهذا الشيء ديال الدم ولا قليل شوية، ودايرين هذه المبادرة باش الإنسان يعاون شوية الأخ ديالو. الله يرفع علينا هذا الوباء والله يتجاوز علينا والله ييسر الأمور لكل واحد. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.